بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنتحدث اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى عن فكرة منتجات الغذاء الميزان ومن أين جاءت هذه الفكرة. نقول بعد 9 سنوات بفضل الله سبحانه وتعالى من اكتشاف الغذاء الميزان في عام 2000 وتحديدا في العام 2009 تراكم لدي آلاف من الدلائل العلمية والمنطقية والعقلية والبحثية والتي تؤكد لي سبحان الله أن أطعمة القرآن التي ورد ذكرها بالاسم في القرآن الكريم هي الأطعمة الأعلى والأفضل والأحسن عن سائر الأطعمة الأخرى التي لم تذكر في القرآن الكريم. وقد ازداد يقيني بأن هذه الأطعمة هي الأفضل، وذلك بعد بحث طويل على مدى 9 سنوات أجريته على آلاف من المرضى الذين عالجتهم في عيادتي، سواء كانت تلك العيادة في بعض المستشفيات التي داومت فيها أو في العيادة الخاصة. والحقيقة أنه مع اكتشاف قانون المركزية، هذا القانون أكد لي أن أطعمة القرآن هي أطعمة مركزية، وهذا القانون يشير إلى أنه لكل شيء في هذا الكون مركز، هذا المركز لهذا الشيء هو الأساس بالنسبة لهذا الشيء. فكما هي الشمس مركز المجموعة الشمسية وبدونها المجموعة الشمسية لا تساوي شيئا، وكما هي النواة مركز الذرة وبدون هذه النواة الذرة لا تساوي شيئا، وكما هي نواة الخلية هي مركز الخلية وبدونها الخلية لا تساوي شيئا، فإن أطعمة القرآن هي مراكز الأطعمة وبدونها لا تساوي الأطعمة شيئا. فهل تتخيل على سبيل المثال أن الدنيا لا يوجد فيها حبوب الذي ذكر في القرآن الكريم، يعني لا يوجد أرز ولا ذرة ولا شوفان ولا قمح ولا أي شيء من هذه الأشياء؟ هل تتخيل الدنيا بدون النخيل بكافة أنواع النخيل والذي ورد ذكره في القرآن الكريم؟ هل تتخيلون الدنيا بدون اللبن والحليب ومشتقات الألبان؟ كل هذه الأطعمة ورد ذكرها في القرآن الكريم. Do.